كانت وحدات المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بتقود خلال هذا الأسبوع من حجز 5918 كبسولة نوع بريكابالين 300 ميليغرام أجنبية الصنع مع حجز سيارة سياحية ومبلغ مالي مقدر ب 45 ألف دينار جزائري كعائدات إجرامية، وتوقيف شخصين ينشطون ضمن شبكة إجرامية تعتمد على أسلوب التمويه في تمرير الكميات السالفة الذكر. بعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية اللازمة، تم تحرير محضر قضائي ضد المشتبه فيهما وتقديمهم أمام السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة تقرت.